هذا وقد خرج عمال المجموعات الوطنية لصناعة الصلب في الأحواز المحتلة في مسيرة واسعة بعد إعلانهم الإضراب عن العمل قبل 14 يوما. وتحرك العمال في الصباح الباكر وتوقفوا أمام مبنى المحافظة قبل أن يتوجهوا إلى مكاتب نواب المدينة للمطالبة بحقوقهم المنهوبة. وهتف المشاركون في الإضراب مطالبين بتحسين وضعهم المعيشي المتردي وتنفيذ وعود المسؤولين المتكررة بشأن حقوقهم المسلوبة. وتأتي هذه المسيرة ضمن حركة الاحتجاجات العمالية الواسعة التي تشهدها مختلف المدن الإيرانية منذ ديسمبر الماضي، وقد شملت كافة الفئات والطبقات الاجتماعية ومجالات مختلفة كالزراعة والصحة والصناعة، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.